والله شيء مؤسف، شيء مؤسف. يخرج الإنسان عن عقله، يخرج الإنسان من عقله. ما هوش ممكن، خلاص ما هوش ممكن. هل نحن نعيش في جمهورية جزائرية واحدة أم عندنا عدة جمهوريات؟ ما فهمتش أنا. الدولة أخذت قرار، الوزير الأول مضى مرسوم تنفيذي يقول باللي يمنع على الإدارة العمومية أن تشترط أو تطلب من المواطن يقدم لها شهادة الجنسية أو شهادة سفر القضاء إلا في حالته. وهذه الحالة ما تحدث في حياة المواطن إلا مرة أو اثنين طول حياته، طول حياته مرة ولا اثنين. ونجي اليوم نطلع الإحصائيات ونصير فيه زيادة. هذا وش هذا؟ وش هذا؟ هل هذه الإدارة مش تبع الإدارة الجزائرية؟ هل هذه الإدارة بتبرد على الدولة الجزائرية؟ هل هذه الإدارة ضد ما تتخذ الدولة الجزائرية من قرارات؟ سي كوا سا؟ سا سي ريبيليا؟ هذا تمرد، هذا تمر، ما عندوش كلمة واحدة أخرى اللي يستعملوها، ما عدا التمرد. أنا لحقتني معلومات، لحقتني صدى. يمشي المواطن للإدارة يقول له جبنا الجنسية، يقول له الدولة نحتها. يقول له احنا سمعنا كما سمعت أنت، بصح ما جانا والو. شنو نبعث لك يا سي محمد؟ أنت راك إداري وراك في الإدارة، راك رئيس دائرة، رئيس بلدية، مدير، مدير عام، مدير فرعي. القانون واضح، الشرط الوحيد نشره في الجريدة الرسمية. يعني نحبوا بكل ما عاوتيت من قوة هذه الإدارة أنها تفسد العلاقة بين المواطن والإدارة، بين المواطن والدولة. نشكوا دائما في علاقة الدولة بالمواطن، وهذا شيء خطير وخطير جدا وغير مسموح به قسما بالله العلي العظيم. ونعرف وتجيني معلومة في هذا الإطار من إدارات معينة غير المسؤول دخلوا الحبس، وأنا مسؤول على كلامي، مسؤول على كلامي. نعمر النائب العام انه يدخلوا الحبس، ما فيش حل. الحل هو الحبس. هذا تمرد.